السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تمييز اللحوم البلدية الصغيرة من الكبير. خليكم معانا نشوف الخبر. اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويدعمنا باللايك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وإقبال المستهلك على شراء الأضاحي أو كميات من اللحوم سواء البلدية أو المستوردة، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة تمييز اللحوم البلدية عن غيرها من اللحوم الأخرى، وكذلك معرفة الفرق بين اللحوم الكبيرة والصغيرة البتلو. وفي هذا السياق أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن اللحوم البلدية المصرية يتم الكشف عليها قبل الذبح بالمجزر وتذبح تحت إشراف بيطري وتختم باللون الأحمر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وشكل الختم يوضح سن الذبيحة، حيث يشير الختم المربع إلى أن هذه اللحوم كبيرة السن وسعرها يتراوح من 95 ل100 جنيه. وأضاف قطاع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الختم مستدير الشكل باللون الأحمر يؤكد أن الذبيحة صغيرة كندوز ويتراوح سعرها ما بين 120 و140 جنيه. كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.